ولكن في فقرتنا المعتادة مع النجوم والمشاهير والمؤثرين في السوشيال ميديا، يسعدنا بأن تكون معنا اليوم ممثلة لبنانية اشتهرت بالدراما الخليجية من خلال أدوارها الفنية المتنوعة، واللي كشفت عن موهبتها وقدرتها على تقمص الشخصيات بإبداع. نرحب معنا عبر زوم بالممثلة رندا حجاج. هلا وسهلا بك يا رندا، وكل عام وانت بخير. اهلا فيك، وكل عام وانتم بخير، ومبارك عليكم الشهر، مبارك عليك وان شاء الشهر. الله كل سنه واحنا بخير يا رب، وتعيد لنا الحياه الطبيعيه، والله يرفع عنا هذا الوباء. امين يا رب. وانا وايد سعيده ان اليوم معك. واحنا جدا مبسوطين انك معانا اليوم رندا. رندا، لو تكلمين عن اعمالك لعام 2021، او بصفه عامه ايش هي اخر ادوارك الفنيه اللي شاركتي فيها؟ آخر شيء أنا شاركت فيه كان مسلسل أبشر بالسعد، كان قبل رمضان، وكان مسلسل أمينة حاف، ومسلسل رد اعتبار يعني خلال هذه السنة. ما شاء الله. طب خلينا نحكي عن هذا الدور بالتحديد اللي هو في أمينة حاف. طبعا يمكن بعض الناس قالوا انه شوي يعتبر مستفز، وكونك تزوجتي زوجة صديقتك او شيء زي كذا يعني في المسلسل، فايش رايك في الموضوع وكيف تعلقين على الموضوع؟ والله هو الدور مو بس مستفز وايد، يعني شوفوا هم شافوه مستفز، والناس يعني وايد زعلت من الدور، لان هو مس كل بيت، لان وايد قصص يعني موجوده بكل بيت، يعني اللي هي مثلا يعني احنا ما نروح بعيد، احنا نعرف واحده نعم. هم يعني اصدقاء، وهي جارتها. ايه المهم باقت زوجها ويابت منها عيال، وعيالها يلعبون مع عيال البنت اللي هي ما تدري ان هي ماخذه زوجها، متخيله؟ يعني يلعبون مع اخوانهم. بعض اليهال، ويومك هذا ما تدري ان هي ماخذه زوجها، متخيله؟ او واو، دائما رندا تختاري ادوار مختلفه وصعبه، كانك يعني ما شاء الله بتثبتي نفسك انه انت تقدر تسوي جميع الادوار، وما يهمك الناس عاد اذا انت طالعه مره شريره وقالوا انه اوف لا هذه تطلع بشخصيات شريره، المهم انك بتادي الحمد الشخصيه. لله اي بتادي الحمد لله. الشخصيه هذا على اكمل وجه. معناته لما الام تقول رندا انت شريره، هذا معناته ان انا سويت دور الدور المطلوب بنجاح مني. بالفعل. اي الحمد لله، ما شاء يعني الله عليك. اقنعت الناس نعم الحمد رندا، لله. ما شاء الله انت مشهوره في الدراما الخليجيه وخاصه الكويتيه، لكن كيف دخلتي اصلا هذا المجال؟ انت لبنانيه وما شاء الله بتتقن اللهجه الخليجيه كمان. اي الحمد لله، لان انا مواليد الكويت، اي فطبيعي يعني انت لو تروحين اي دوله تعيشين فيها وتكونين مواليدها فخلاص تقنين اللهجه الكويتيه، مظبوط. هذا شيء طبيعي. وبالنسبه ان من اللي دخلني المجال الفني، وانا للامانه كنت موهوبه من انا وصغيره، يعني ربعي رفيجاتي اهلي شجعوني ان ادش المجال الفني، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحيه بدوله الكويت، خذت بكالوريوس تمثيل واخراج مسرحي، والحمد لله تخرجت والحين بديت اشتغل. طب رندا، خلينا شوي نطلع من أجواء الشغل والعمل واللي يعني يمكن تشكل شوية ضغط علينا دائما لما نجي نتكلم فيها، لكن خلينا نحكي الحين في موضوع رمضان وأجواء رمضان. كيف الأجواء عندكم؟ كيف علاقتك في المطبخ؟ حكينا عن رمضان بالنسبة لك. والله حلوة أجواء رمضان، أجواء خفيفة يعني حلوة، الزوارة يبعت الأهل، نتفنن بالأكل، كل يوم أدش المطبخ أسوي شيء جديد، أدش حلو، يوتيوب أتعلم شيء جديد، جميل. فحلوة الأجواء، أجواء عائلية. يديك العافية رندي من المطبخ، أكلمك معك الشيف عمار وجه لك تحية بخصوص الأشياء الجديدة. حبيت يعني استفسر، السفرة سفرة رمضان تكون سفرة يعني فيها الأطباق الكويتية واللبنانية أو الميكس، أو إيش الأمور المفضلة بالنسبة لك بشكل عام يعني؟ أول شيء كل عام وأنت بخير، يعطيك ألف عافية. وأنت بصحة وسلامة. بالنسبة حق الطاولة، إحنا يعني نسوي ميكس للأمانة، جميل. ميكس يعني إحنا طاولتنا ميكس كويتي لبناني. جميل. إيه يعني أهم شيء بالسفرة، إحنا عندنا السمبوسة، السمبوسة لازم تكون موجودة، عندنا شيء إحنا يعني موجود بكل بيت كويتي خلال الشهر الطبيعي، ألا وهو الهريس إذا تعرفه.
لا بأمانة ما قد جربت الهريس وسمعته أكثر من مرة خلال هذا رمضان، واشتهيت إنه أنا أبدأ أجرب أو يعني أخذ فكرة عن الموضوع الجميل هذا. بس أهم شيء من السفرة يعني معروف إحنا عندنا برمضان لازم يكون موجود، هو مكوناته وايد سهلة يعني، هو قمح ودارسين جميل. وفي ناس تحط له دياي وفي ناس تحط له لحم. اوكي يعني انت جاوبت على سؤالي، كنت حسألك هل يعتبر مالح او حالي الجريش؟ يعني عندنا في السعوديه يعتبر من الموالح، ولكن اتوقع عندكم بتقولي برضو في نفس النطاق. بس وش يعني هل لك دور في السفره، بمعنى هل بتطبخ الطبخات البسيطه والجميله هذه ولا بنستمتع فيها فقط؟ بناكلها فقط. لا انا ساعات استمتع وساعات اسوي. اوكي يعني الميكس كل شيء ميكس ما شاء الله. يا رندا أنا يهمني دائما أحب أتعرف على ثقافات الشعوب من أكلهم، فبدي أعرف أنتوا في لبنان إيش الأكلة اللي دائما تكون مرتبطة في شهر رمضان المبارك؟ ممتاز. والله إحنا بالنسبة حق بيتنا يعني إحنا عندنا أكلتين، شيش برك الله وكباب لبن. كباب لبن الله الله تحياتينا لما أني صائم. يعطيك العافية رندا وكل التوفيق لك يا رب في كل أعمالك. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا، تشرفنا. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين.